انك لا تنظر الى الايه الى ظاهرها وعرفها، بل انظر الى تدبرها وافهم معطيات الايه ايه. نعم. لما تعرف معطيات الايه ايه تقوم تدلك، زي ما كلمه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. والله يحب المحسنين. نعم. فلما تتفكر تلاقي الله يريد منا الانسان اذا اصيب بشيء يسيئه ينفعل غضبا. نعم. لكن الغضب يقول لك اكظمه الله، وما تكظمه ما تخليش يتعبك بقى وكده. نعم. يا شيخ يعفو خلاص وسيب. نعم. لانها لم تحصل، وبعدين احسن اليه. نعم. فلما نتدبر تجد ان ربنا هيخلي الناس تقابل السيئات دائما بالايه؟ بالاحسان. بالاحسان. نعم. بس امتى ده؟ اذا لم يكن الاحسان مغريا لصاحب الذنب بالذنب. نعم. الله. ولكن اذا كان يغريه بالذنب والعفو هيقتضي ان هو يتجرأ، يبقى نلزمه ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. نعم. علشان ما يتجرأش بقى عليك. نعم. لما ما يتجرأ عليك من الحلم ان تستعمل الجهل دونه، واذا اتسعت في الحلم طرق المظالمين.